بلشت هاي التمرين عن طريق الفيسبوك، شفت صديقي احمد جمال طبعا، حكيت معه واستشرت بعض الاشي، ما عارضنيش، قال لي تعال جرب معي الموضوع. رحت بلشت اتمرن معهن، حبيت الاشي، يعني صار الاشي بنفسيتي، يعني صرت بدي الاشي اكثر، وانه تعرفت على مجموعه جديده، يعني كان في مجموعه وتعرفت عليهم، صرت اصدقاء انا وياهن، وانا حبيت الاشي منهم يعني. وبلشنا نتجمع انه الاشي بينفعش واحد يتمرن عليه، بدك انه زي انه مثلا بدك تطلع تعمل حركه، اصدقاء انه يشدوا فيك انه تعمليها. كنا نتمرن بارك المهم، طبعا كنا صغار، وكنا نيجي من قريه دير الاسد اللي هي بلدنا لكرمائل مشي عشان نتمرن. بعدين ما اجتمعنا وتمرنا وهيك، قررنا نفتح نادي عندنا بالبلد، لانه كان الاشي صعب انه دائما ننزل مشي ونرجع على البلد مشي، فقررنا نفتح هذا المحل عندنا بالبلد ونتقدم فيه. أول إشي يعني طبعاً هاي الرياضة يعني زي كأنها تعتبر نسبياً جديدة، فيعني بعدين حضرنا كثير، يعني كنا يعني حبينا الرياضة كثير من بعدين يعني اجتمعنا بالبارك وهيك وبلشنا نتمرن. فيعني كنا نشوف بالفتاتة زي نوادي مسكرة أو حدايد أو محل قريب علينا نقدر نعمل، بس بالبلاد العربية هون للأسف فش يعني باركات اللي بيها مثلاً حدايد وهيك، فزي نجبرنا نعمل يعني زي حدايد بقلب البيت عنا، يعني نجيب حدادين وعملوا لنا الحديده بالبيت. من القرايب والاهل دائما كان في دعم، والله مره يعني واجهنا اي يعني مثلا انه عم تتهبل او شيء، دائما كان في دعم عشان يعني كنا نعمل حركات اللي هي عن جد يعني زي مثيره للاهتمام وهيك. بنينا النادي يعني كان في اقبال كثير، يعني بما انه هي رياضه جديده وهيك يعني زي طلعت فجاه. أول شيء كان عندي فيسبوك، وكنت أظل أفوت عند أحمد، كنت أظل أحضر عنده فيديوهات وكيف كان ينزل على كرمائل يصور فيديوهات، كل يوم يتقدموا بحركات جديدة، يصوروا حركات جديدة. المهم أنا حبيت الإشي كثير، وقلت إنه أنا بنفع إنه أسوي هذا الإشي، مش بس كمان هنا، إنه كل البلد لسه والحوالين البلد والناس بالدولة هون وهيك عم بتشوف هالرياضة وحابة تتعلم هيك وتجرب تصير تسوي زي هيك. هدفنا ننشر الرياضة، يعني الرياضة يعني الله أنعم علينا بجسم اللي يعني لازم نستعمله، نوصل لأعلى قدرات نقدر نوصل له، يعني هاي نعمة من ربنا، يعني لازم نحاول دائما نوصل لأعلى درجات يعني باللياقة البدنية وبالعضلات وبهيك. وكمان يعني هي أنا مثلا عن حالي بشكل شخصي قوت يعني شخصيتي كثير وثقتي بحالي كثير، فهذا الإشي عم نحاول نوصله، يعني بما إنه أنا صار عندي مثلا ثقة اللي هي يعني ملان الناس اللي يعني بحاجتها، خصوصا يعني اولاد صغار اللي ما عندهمش ثقه بحالهن، فهذا الشيء يعني كثير بيعطي ثقه للناس. فاحنا بنحاول ننشر اللي هي يعني رياضه فن بالجسم، يعني تناسق عضلات قوه ليونه. اللي أنا استنتجته إنه بدها لياقة بدنية عالية. لا شوفي يا مختلف، كل يوم بقدر أسوي هيك أشياء، شو عادي يعني، بلا تمرين وبلا إيش، ليش سكت؟ أحلام اليقظة. مظبوط، لنتعرف أكثر على بالفعل الناس اللي بيمارسوا هاي الرياضة وبيدربوا هاي الرياضة، وأيضا نتعرف على تفاصيل بالفعل التمرينات، التدريب، طبيعة الاحتياجات اللي بيحتاجها كل حدا ممكن يكون ويمارس رياضة الستريت وورك أوت. رح نرحب بضيوفنا حاليا المتواجدين معنا في الاستوديو، احمد امون مدرب رياضه ستريت ورك اوت، يسعد هالصباح. صباح الخير. كمان نرحب بعلي اسدي. انت لاعب، بنقدر نقول لاعب؟ ممارس. ممارس روح يا اخي، ممارس ستريت ورك اوت. وفي البدايه خلينا هيك نبلش في تجاربكم الشخصيه، كيف بلشتوا؟ كيف تعرفتوا على الرياضة هاي؟ ومن الواضح يعني للمشاهدين وإلنا أنه هذا مش إشي بالضبط اللي هو منتشر في مجتمعنا العربي في البلاد. أحمد، أنا بلشت بالرياضة عن الإنترنت. كنا أنا ومجموعة ست شباب، إحنا أول ناس بلشنا بالستريت اللي مش تبع العربي.
شفنا على الانترنت حبينا الاشي، صرنا ننزل على محل بعيد عشان نتمرن مشي، نروح مشي. يعني اذا انتم بدير الاسد فعلى كرمال ما كانش اشي متوفر عندنا عشان كنا نروح لمحلات ثانيه. حلو. الاشي كان حلو كثير، كان في ما كانش فيه روتين، كان كل يوم تغير، كل يوم بتزيد قوتك، كل يوم بدك تعمل اشي جديد، فالاشي كان يحمسني. كنت انزل كل يوم يوم والحمد لله كملت بالاشي واقوى يوم عن يوم، وكان في بطوله ورحت على البطوله. حلو. وانا كنت كل المشتركين كانوا من 6 سنين وفوق يتمرنوا هذا المجال، انا لي سنتين اخذت محل ثالث. هذا الشيء شجعني كثير. حلو. باسرائيل شجعني كثير، حبيت اشد حالي اكثر، تمرنت وحبيت لقدام اوصل هذا الشيء للناس. حلو حلو. احمد انت لك علاقه بالرياضه قبل ما تكون مدرب بالستريت؟ كنت تدرب نوع ثاني او بس بتمارس رياضه؟ لا لا، انا من النوع اللي بحب الرياضه كثير. زي ما تقولي مجال الرياضه كنت انا مبدع. حلو. كل شيء بالمدرسه بالساحه، يعني من جيل صغير عندك ميول للنشاط الرياضي؟ بحب هالشيء كثير. ولا مره كنت تهرب من حصه الرياضه صح؟ لا كنت استنى ثاني. صح، بديش احكي لك مين كان يهرب. طيب هيك رائع، هاي تجربتك احمد علي. ممارس للستريت، وانت بلشت كيف تعرفت عليها وقديش صار لك كمان فيها؟ بديت الشيء من شيء حوالي 5 أشهر. يعني طازة بعدك؟ اه بعد مبتدئ. بديت بال يعني بالرياضة هاي على اساس ادعم اخوي اللي هو اصغر مني، يعني اللي بدي قبلي. حلو. بس يعني انا بالنسبة له يعني اكثر داعم له. فقلت يعني ببدا بالرياضة هاي منه، يعني صرت اشوف كيف هو بيساوي هيك، يعني قلت يعني بلشت الرياضة تعجبني هيك، قلت بفوت فيها ومنه بدعمه ومنه يعني انا بستفيد. هاجي قاعدة مع شيبه هيك يعني. حلو. حلو. ممتاز. ممكن نعرف اعمارهن عفا؟ انا 19 سنه. اوف ما شاء الله. وانا 18. جماعه في امل، في امل، بس بلشوا. عن جد كل الاحترام لكم رياضيين. طب احمد اذا بدنا نسال اليوم، في يمكن اشخاص عم بيحضرونا حابين كمان هيك يكونوا زي علي ويبلشوا مع رياضه الستريت، شو المطلوب؟ يعني هل المطلوب يكون في صار حدا عم بيمارس رياضه عنده ليونه لياقه بدنيه، شو المطلوب عشان نبلش؟ انه تبلش ستريت ورك اوت شيء سهل جدا. هي مش بحاجة لإشي، هي بحاجة بس لوزن جسمك. وزن جسمك ممكن بأي محل تتمرنها، على الأرض، بالبيت، أي محل. أنا بلشت بالبيت على السدة، فكانش عندي إشي، كنت أتمرن على السدة على الأرض. إيه إنه شو بترفع جسمك على السدة؟ رفع جسمي في إلها أساسيات. كل واحد بدور على هالإشي بينفع يفوت على الإنترنت يفحص يشوف. وكثير هواين تبلش بهالإشي، شوي شوي بتصير تقدم وهيك كثير. كثير هوين لحدا يمكن رياضي، لحدا مش رياضي مش بالضبط هوين، لأي شخص، لأنه عم نحكي عن حاجة ليكون من الجسم كمية عضل كبيرة كمان. لا الإشي في تمارين اللي بتأهلك تصير قوي، مش أنت بدك تفوت لازم تكون قوي. حلو. في تمارين أساسية اللي بتأهلك تصير هقوى وهقوى وتصير تعمل أشياء ثانية. يعني حتى المبتدئين بالنشاط الرياضي بإمكان أنني يمارسوا الستريت. صحيح. أي شخص. أنا أصحابي، انا جبت اصحابي لهذا المجال، واصحابي في لي صديق كان وزنه 90 بلش بالإشي وإسا يعتبر محترف. واو واو. بس بعده مع وزن 90؟ لا لا، نزل 25 كيلو. واو واو. من دون اي مكملات او شيء، طبيعي. حلو حلو، جميل جدا. هيك بما انه عم نحكي احمد عن الناس اللي بينضموا لرياضه الستريت، واحنا حكينا قبل كمان مع علي عن انه 5 أشهر صار لك في هاي الرياضه، بتحس خلال 5 أشهر في ناس عم بتزيد، في ناس عم تسال اكثر، في ناس عم تسالك كيف ممكن ينضموا لهي المجموعه اذا انتم اليوم مجموعه في دير الاسد؟ الشيء انه احنا يعني فتحنا زي فرقه للمبتدئين عندنا بالبيت، صرت اشوف اصحاب يعني اللي عن جد بدها الاشي، يعني يعني حبت الاشي وشافت الاشياء اللي منزلها وصارت تقول مثلا بدنا نيجي، بدنا نتمرن معك وهيك. حلو. فيعني زاد الاشي بال5 أشهر الاخيره، وعندنا اس يعني حوالي 15 مبتدئ، يعني نقول كلياتنا نتمرن مع بعض وهيك. دائما في اقبال للاشي. في مجموعات ثانيه في بلدات وقرى عربيه اخرى كمان ولا بس بشكل قليل؟ الاكثر اشي بدير الاسد، لانه احنا من دير الاسد وعم ننشر الاشي. في من خارج البلاد، في من المغار بيجوا لعندي يتمرنوا. حلو. في من نحف، في من كيف الاجيال احمد؟ ممكن اشخاص بجيل اصغر من جيلكم كمان يبلشوا بهاي طبعاً. الرياضه ويتطوروا مع الوقت.
في طبعا في عندي طلاب بعمار 9 و10 سنين فيهم قوة رهيبة. حلو. بتقدموا كثير. من جيل صغير هيك ببلشوا. صغير جيل صغير أحسن إشي للتمارين لأنه بنبنى إنه يصير خلاص هم مجاله هذا وفيه يخرج برا يبارس كثير شغلات حلوة. رائع رائع جدا. هيك عفاف بحكي علي وأحمد كان في كثير هيك رموز أو إشارات لعدم وجود بنية تحتية بالأساس لتكونوا موجودين فيها وتتمرنوا في إطار عام. يعني حكيتولنا أنه الإشي مقام في بيتك أحمد وهذا الإشي يمكن بحاجة شوي نضوي عليه. طبعاً هاي التجربة وهاي المبادرة أنه رائعة يكون في بيت من بيوتكم معدات ومثل ما شفنا كمان طبعاً. في التقرير زميلي نورهان أبو ربيع يعني في هات نقول معدات معينة اللي جاهزة ليتمرنوا فيها مجموعات معينة. بلداتنا العربية ودير الأسد بفهم أنه ما فيش أي جهوزية لهاي الرياضة. صحيح. بس بكرمائل في كثير بكرمائل يعني من خلال المراكز الجماهيرية وهيك جربتوا تطلبوا من المجلس المحلي؟ طلبنا كثير ما فيش استجابة. والأسباب بشكل عام؟ ما بعرف الصراحة بس بالآخر أنا من حابب الإشي خلاص دفعت من جيبتي وعملت كل إشي مني مش راح استنى حدا. لا السبب أنه إحنا مقبلين على فترة انتخابات هي كمان فرصتكم أنكم تطلبوا لأنه عادة المطالب تستجاب. أحمد قبل ما نرجع لعلي بدي أسألك يعني يمكن واضح لإلي بمجتمعنا وأنا على الأقل ما سمعت عن فئة صبايا أو نساء اللي بمارسوا هاي الرياضة حول العالم من اطلاعك كمان على الإنترنت في فرق صبايا اللي مهتمة برياضة الستريت في ميلان في بإسرائيل كمان وفي بنات رائع جدا. علي بما أنه صلى 5 أشهر أنا ضلني إسا مسك لك إياها لآخر الحلقة لحد اليوم 5 أشهر منهم كم أحمد بيدربك بالأساس أو في مدربين آخرين؟ هو بالأساس كان يدرب أخوي فصرت أنا أروح مع أخوي يعني تعرفت على الشاب صرنا أصحاب وهيك مع أنه مع العلم كنا نلعب فوتبول من قبل يعني وإحنا صغار بس رجعت صاحبتنا وهيك وصار يدربني يعني يقول لي ايش لازم لكل حركه لكيف الاشي تبدا وهيك. حلو. يعني بما انه انت بلشت فاكيد في كان بديش اقول طلبات معينه بس في شغلات معينه لازم تعملها يعني في اي رياضه معينه في نظام تغذيه هتنقول او اكل معين اللي لازم تاكله يمكن فيه بروتينات اكثر أو أكل اللي فيه طاقة أكثر بيعطي طاقة أكثر هات نقول ساعات تدريب معين بالنسبة للستريت هل في ساعات تدريب معينة أو محددة اللي مفروض تعملها خلال الأسبوع هل في أكل لازم تأكله أكل مش لازم تأكله هو طبيعي تأكل يعني نقول أكل اللي فيه بروتينات أكثر وأنه أحسن لعضلاتك أنه تنبنى بسرعة وتكبر بسرعة وانه بالنسبه للوقت لا فيش وقت يعني تقدر تتمرن وانت من بدك كيف ما قلنا ما هي بتعتمد بس على جسمك ونقول بتقدر تتمرن بالبيت على الارض على اي شيء حلو ما تفضل يا امير ايش كنت اسال احمد عن الطموح ايش حابين تطوروا مطالب تعال نستغل كمان نطلع يا جماعه يا رؤساء السلطات المحليه عم نضلكم تلعنوا الظلام وشبابنا بنزلقوا للعنف هاي في عندنا مجموعه شبابيه عندها نشاط رياضي وعند حابين بس توفروا لنا المينيموم يعني هذا اضعف الايمان وعشان ما تفكروا انه بس عفاف عم تطلب هذا الطلب وهكذا يكون في اتهام فانا كمان بحمل نفس الطلب جماعة في كل بلداتنا العربية عم بتشوفوا من خلال البرنامج احتياجات لكثير أمور ومنها لأمور بسيطة ممكن تلبي طلب مش أفراد مجموعات ومش شايفة أنه بدها ميزانية كبيرة يعني بالمرة. بفكر على الأقل تعال نسمع من أحمد رسالتك وطموحك لوين حابب أنك توصل مع هاي الرياضة رسالتي أنه يعمل ألمة فيها بارك اللي الشباب تروح تتمرن فيه حلو مش أكثر من هيك لأنه وكمان هو مش مكلف كيف قلتي غير هيك طموحي أنا أطلع برا وباري على مستوى عالمي إن شاء الله والإشي قريب إن شاء الله إن شاء الله بتحقق هذا الطموح أحمد جد إن شاء الله هيك بيكون في كمان عندك إنجازات وتسجيل إنجازات في بطولات خارج البلاد علي ذات الشيء رح تأخذ الموضوع أكثر بتعرف هيك إشي اللي بتمارسه في وقت الفراغ أو في أوقاتك الفاضية أم كمان هيك عينك على مسابقات محلية ودولية لا هو الاشي انه عيني اكيد يعني على المسابقات وهيك بس اكيد مش زي كيف نقول احمد يعني
يعني هو مفكر في يكمل بهالمجال وهيك، بس انه انا بتمرن اقول حاليا انه اصل مباريات باسرائيل محلي. مش انه اصل محلي، مش انه اطلع على مستوى عالمي يعني. بس هذا حلو، بنطلع السلم طبعا. درجه درجه ان شاء الله بتكون هيك اول انجازاتك كمان المباريات في البلاد. بس كمان هيك يعني قبل ما ننهي معكم ونودعكم لازم نعرف انتم تقريبا اسا خلصتوا صف 12؟ انا هاي اول سنه يعني. حلو، هيك نعرف كمان طموحاتكم في مجالات اخرى، يعني بما انك علي عم تحكي انه يعني مش كثير رايح بالموضوع. الصراحة في عندك هيك رؤية لمحل بدك تروح له توصل له؟ هو في عندي طموحات أكيد لمجال ثاني غير الرياضة، إنه واللي هو أصير مهندس برمجي. واو حلو، كمان شغف آخر في الحياة. حلو، رائعين، رائعة بالفعل هاي الطاقات. إحنا كمان مرة وأنا بضم صوتي مرة أخرى لعفاف، أوقات شغلات صغيرة عن جد ممكن تخدم مجموعات. صحيح. شبابية، مجموعات شبابية يعني شباب وصبايا في مجتمعنا، إن كان رياضات، هوايات ومواهب وقدرات أخرى. بالفعل بنشكركم على تسليط الضوء على هاي الرياضة، اللي أنا شخصيا ما كنتش أعرف إشي عنها، وما كنتش حتى أعرف أنه منتشرة في بقع معينة أو في مراكز معينة من بلداتنا وقرانا العربية. شكرا أحمد أمون، شكرا علي أسدي بالفعل على إنكو أجيتوا على صباحنا غير وختمتوا معنا ختم كيف بقولوا مسك الختام، مسك الختام هذا العدد من صباحنا غير.